اكيد معاكم رشا مراد، والنهارده هنتكلم عن السيكولوجيه او علم النفس بتاعت الرجل، وازاي تقدر الست مهما كانت ضعيفه او مهما كانت طيبه ان هي تجذب اقوى رجل في العالم. اقوى رجل يعني اصعب رجل في العالم، سواء كان مغرور او تنك او حواليه بنات كتير. فاحنا النهارده يعني حلقتنا اكتر هنتكلم فيها عن علم النفس وسيكولوجيه اي راجل في الحياه، مهما كانت جنسيته، مهما كان لونه، مهما كانت لغته، مهما كانت بلده. فاحنا الفيديو ده موجه للبنات اكتر، وعايزه لو في راجل بيتفرج عليا يقول لي هو ايه رايه، ويقول لي هو شايف ايه، يعني نسمع اراء الرجاله برضه. والنهارده هنتكلم عن اسرار جذب الرجل الصعب، الراجل اللي هو اللعوب، الراجل بلاير اللي حواليه بنات كتير، اللي عنده علاقات كتير. فهو يعني انا هعتبره رجل صعب، يعني مش سهل الايقاع بيه يعني. فالنهاردة هنتكلم في حاجات مهمة جدا. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لأول مرة تابعوني، وتابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك. انا بحبكم جدا جدا، وثانك يو على كل التعليقات الايجابيه اللي بشوفها لكم. يا جماعه ننتبه، موضوع كورونا لسه الموضوع موجود، في موضوع الكحول وغسل الايدين، وموضوع الوقايه خيره من العلاج، افضل بكتير من جدا من ان احنا نعرف ان احنا نقع في مشكله ونفضل نحلها. فاحنا الوقايه طبعا خيره من العلاج. طيب النهارده انا هتكلم عن اسرار مهمه لازم كل بنت تعرفها. اول حاجه، الرجل وهيظل رجل، يعني مفيش حاجه اسمها راجل راجل، يعني هما كل الرجاله زي بعضهم، سواء بقى مهما اختلفوا في الستايل، في الطريقه، في يعني ممكن الراجل اللي هو القاهري زي الراجل من بورسعيد زي الراجل من امريكا، هما كلهم هيتشابهوا مع بعض. فالنهارده الاسرار دي عايزه البنات تركز فيها قوي قوي. اول حاجه علشان تجذبي اي راجل في الدنيا، ما تكونيش مكرره، يعني كوني مميزه، كوني مختلفه، خلي عندك الطابع الخاص بتاعك انت المختلف عن كل البنات اللي هو يعرفهم قبل كده. يعني ما تبقيش كوبي بيست كده من اي بنت هو عارفها قبل كده، فتبقي عباره عن ان انت ان هو تبقى عباره عن ان انت حاجه مكرره. بالعكس، خلي ليكي طابع خاص، خلي ليكي الستايل بتاعك، خلي ليكي الطريقه بتاعتك في الكلام معاه، في الهزار معاه، فخليكي مميزه، كوني شخص مميز، ما تكونيش شخص مكرر، ما تكونيش شخص هو شايف ان انت عادي. يعني ممكن لو انت مشيتي هيلاقي 1000 واحده زيك، انت بنت زي اي بنت، كل واحد يعني كوني انت، ما تقلديش حد حتى لو كان واحد هو مرتبطه بيه قبل كده. يعني كوني شخصيتك اللي ليها طابع مميز اللي هتجذبه، علشان انت سبيشال، او علشان انت علشان انت سبيشال. في حد بيقول انت قلب على الصينيين كده ليه؟ يعني عامله في ايه الصينيين، ومالهم الصينيين؟ يمكن عشان بيضه شويه. مش عارفه، حد كاتب لي يقول انت مالك يا رشا شكلك صيني. ماشي يا عم الحاج. طيب او يبقى اول حاجه ان انت تكوني مميزه. تاني حاجه يا جماعه، كوني مستمعه جيده للرجل. فاكرين قصه الف ليله وليله اللي هو احكي يا شهرزاد؟ ليه الراجل بيحب الست اللي بتسمعه، اللي بتهتم بقصصه؟ يعني الراجل عنده قصص كتير بقى، عايز بقى يتفشخر ويتفزلك ويقول بقى قصصه وحواراته، فهو بيحب قوي الست المستمعه باهتمام. يعني اسمعي له واسمعي قصصه، واسمعي بقى الافشخانات اللي هقعد اقولها لك بقى، والحاجات الكتيره اللي انت ممكن ما تكونيش فاهماها في الشغل، وبطولاته الفظيعه المريعه واهتماماته. فاسمعيه اكتر، يعني خليكي ما تتكلميش في البدايه قد ما بتسمعي. ليه بقى؟ لان يعني اللي مش لمصلحتك ان انت تتكلمي كتير في البدايه. وعلى فكره بقول لكم كده عشان انا مثلا كان عندي غلطه كبيره جدا في علاقاتي قبل كده، انا بتكلم كتير جدا، فكان ممكن اقعد احكي 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 تلاقوني عماله باخد الغلطه ورا الغلطه ورا الغلطه. الشخص اللي بسمعها ده لو شخص ذكي جدا هيعرف اخطائي كلها، وهيعرف عيوبي كلها ومميزاتي، لان عارفين انتوا اللي هو تحدث دعني افهمك او دعني اعرفك. فبالعكس، افهمي انت الاول قبل ما هو يفهمك، يعني الحق انت، يعني الحق انت افهمي الاول. فبالتالي حاجه مميزه جدا جدا انت تسمعي بقى وتبقي مستمعه جيده، وما تحسسوش ان انت زهقانه ويلا بقى هي مسابقه خلص بسرعه علشان انا اللي اخش بعديك بقى وانا اللي عليا الدور، ويلا بقى في مسابقه مين يتكلم الاول خالص. بالعكس، اسمعي بلا كلل، بلا ملل، بلا زهق. يعني اسمعي وانتي مبسوطة، اسمعي وانتي فرحانة، اسمعي وانتي منبهرة، وركزي معاه واسأليه كمان. يعني مش بس تسمعي وانتي ساكتة، لا، ده انت تسمعي وتسأليه كمان، تقولي له ايه ده، وحصل كذا، طب لما حصل كذا كذا انت عملت ايه؟ معرفش والله جبتها ازاي، جت في بالي كده، اصل حد قال لي كلمة كده قلتها في وسط الكلام.
يعني ايه، مش بس تسمعي بقى اللي هو يا عم ما تخلص بقى يا عم الصنيو يا عم الامور، لا مش كده طبعا، واللي هو سواء بقى في التليفون او في الحقيقه، لا بالعكس انت لازم تبيني له بالبودي لانجوج بتاعتك ان انت الله مستمتعه قد ايه بكلامه، الله قد ايه هو شخص مشوق وعندك باشن تعرفي اكتر وعايزه تفهمي اكتر، علشان هو كل كلامه حلو وهو حلو وكل حاجه حلوه والكمبيوتر حلو ومصر حلوه، فيعني لازم تبقي مركزه كويس قوي هو بيقول ايه. ويا سلام بقى لو قال رقم قدامك تقومي عايده الرقم تاني، او قال مثلا قصه قدامك وتبقي فاكراها بقى بالتفاصيل، يعني ركزي في التفاصيل عشان هو ينبهر وينبسط ويحس ان انت مركزه مش بتسمعي بملل وزهق، ويعني حكاوي بقى يقعد يرغي يرغي وانت تسمعي تسمعي تسمعي، يعني انا لا اكل ولا امل وانا معاك يا حبيبي لاخر الطريق، انا اخر الطريق معاك الى الابد، اتكلم يا روح قلب الماما، اوكي يبقى الانصات الى اقصى درجه. يا جماعه البنات راغيين، فدي مشكله عند البنات، البنت بقى عايزه داخله مسابقه، والله العظيم انا كده، انا عن نفسي والله كراشه دي مشكله كبيره جدا عندي، انا بحب الكلام فتلاقوني بقى داخله عايزه اتكلم، ها يلا دوني فرصه بقى، انا عايزه المايك يا جماعه، اي لايك المايك، انا بحب المايك، فيعني انا لما المايك بيتاخد مني بزعل، فبالتالي بيحصل لي مشاكل كتير جدا. يعني والله طب عايزه الرجاله بجد اللي بيسمعوني دلوقتي ممكن تقولوا انتوا بتحبوا البنت اللي بتتكلم في اول علاقتها بيك كتير ولا اللي بتسمع اكتر؟ انا متاكده من الرد يعني، بس ده سؤال اي راجل بيتفرج علينا دلوقتي يقول لنا، هل انت بتحب الست اللي بتتكلم اكتر ولا بتسمع اكتر؟ اوكي طيب يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه تالت حاجه ما تديش كتير، يعني بلاش تدلقي، لسبب ان البنت المدلوقه تدلقي دي يعني ما تبقيش داخله العلاقه مستني في مصلحه، انا بقى برسم عليك عشان انت زوج المستقبل، يا سلام يا سلام، يعني انا اصلا عايزه اتجوز وما صدقت لقيتك وتكلبشي فيه بقى وتمسكي فيه بايديك وبسنانك ومش ماشيه، يعني مش ماشيه لا خالص، يعني هو لازم يحس ان انت بدايه علاقتك ما فيش اي مصلحه ما بينكم ما بين بعض، هو صديق عادي جدا زيه زي اي صديق اخر، ما يحسش ان انت بترسمي عليه، او ان انت بقى خلاص بقى لقيتي زوج المستقبل ويلا بينا، وتتكلمي بقى عن ايه، عن احلامكم وطموحاتكم وانتوا اصلا لسه بتعرفوا بعض اصلا بقالكم اسبوعين ثلاثه، وعن امجادكم هتهتموا اول العيل عندكم ايه وهتسافروا فين في شهر العسل، بلاش كده، بالعكس انت تبقي فيري سامبل بتسمعي عادي جدا مفيش اي مصلحه من العلاقه، بالعكس فلتري يعني افهمي الشخص اللي قدامك ده كويس، ممكن يكون حد مش كويس، ممكن يكون حد داخل السله، ممكن يكون حد مش راقي، او حد بلاير يعني عايز مصلحه في العلاقه دي، فلازم تركزي، فبلاش تبقي داخله العلاقه بقى اذا فهو زوج المستقبل واخيرا وجدته، انت كنت فين يا عم الحاج انا بدور عليك من زمان، بلاش الـ بلاش الـ بلاش الطريقه بلاش الطريقة بلاش الطريقة دي يا جماعة. طيب الحاجة التانية برضو المهمة قوي قوي ان انت تحاولي تكوني يعني حاولي تكوني بتقربي من طريقته برضو، يعني ازاي يعني especially body language، body language دي يا جماعة ممكن نقعد نتكلم عنها، يعني لو انتوا تخرجوا خارجين مع بعض خلوا الوقت اللي انتم فيه مع بعض ده فن كتير قوي، خليوا البادي لانجوج فيها حنيه فيها مشاعر فيها احتواء فيها اهتمام فيها حنيه فيها مشاعر، فاهمين يعني، يعني بادي يور بادي لانجوج. ودايما في حاجه ده تكنيك اللي هو اسمه ميرور، ميرور التكنيك ده اللي هو لما هو يعمل حركه اعملي زيها اعملي زيها على طول، فده بيحسسه ان انت يعني في حاجات كتير قوي كومن ما بينكم، يعني هو حط ايده انت كمان حطي ايدك، ربع ايده ربعي ايدك، عمل ايده كده اعملي ايدك كده، شبك ايده، انا على فكره تعرفوا لوكا على السر خطير جدا، تعرفوا يا جماعه ان انا لما بكون نايمه بشبك ايدي كده مش عارفه ليه، بس انا بحب اشبك ايدي وانا مش عارفه والله كاني انا باخد مناوم، الفرشه دي باخد مناوم لما بعمل ايدي كده، فالمهم يعني خليكي مرر لاي حركه، هو ابتسم ابتسامه بطريقه معينه انت بتبتسمي بنفس الطريقه، هو ضحك بطريقه معينه انت تضحكي بنفس الطريقه، خلي في مواقف كوميديه ما بينكم، كوميديه يعني خليكي دمك خفيف، دايما انا الراجل يحب الست اللي دمها خفيف، يعني يحب يعني فكره ست جميله حاجة حلوة جدا ان هو يقابل ست جميلة، بس ممكن تكون ست جميلة بلا روح، دمها تقيل دمها مش خفيف، هو مش بيبسط يعني قد ايه هو قاعد معاها وكل حاجة وشكلها حلو قوي بس هو زهقان لان هي دمها تقيل، فدايما خليكي خفيفة الروح وكوني انت، كوني انت يعني ما تقلديش حد، ما تحاوليش مثلا هو كان معجب بواحدة قبل كده وانت شفتي شكلها هو بيحب واحدة قبل كده تكوني بتقلديها وبتحاولي ان انت تكوني كوبي بيست منها، بالعكس خلي ليكي انت طريقتك المميزة زي ما قلت، خليكي بسيطة بسيطة اللي هو يعني خليكي سامبل، كل حاجة عندك سامبل، ما تكونيش متكلفة بقى وما تكونيش متحفظة، بس الحاجة الوحيدة بجد اهم حاجة
انت تجذبي اي راجل، انت ما تدلقيش عليه، ما تدلقيش عليه يعني، ما تكونيش محسن ان هو اخر راجل في كوكب الارض كله يعني. عادي انت لو مشيت في ناس تانية كتير واقفين على الباب عادي جدا، وفي نفس الوقت ما تقلليش من قدره او ما تقلليش من احترامه او ما تقلليش من اهتمامك بيه. فلازم يبقى فيه كده حته بالانس بسيطه كده، صغنطوطه قوي قوي كده يعني. انا شايفه الكلام مش عاجبني بس هسكت. ماشي يا جماعه ماشي. انا مش عايزه عايزه اقول لكم على حاجه. ماي سيستر اسراء، شيز دكتور اسراء، شيز دكتور على فكره، اسراء مراد. هي دكتور عايشه في دبي. هي بدات، انا قلت لها تعمل فيديوز عشان هي بتقرا كتاب. الكتاب ده اباوت بيرفكشن لوفرز، يعني انا كمان بيرفكشن لوفر. فكانت بتقعد تحكي لي، قلت لها طب اسراء ليه ما تقولي، بدل ما تقعدي تحكي لي وانا احكي للناس، انت اطلعي اعملي الفيديو. فاي وانا يو اول تو سبورت هير بليز. هي انا هسيب لكم الفيديوز هنا اتفرجوا عليها. انا وهي وان اوف اور دريمز، بما ان احنا فيرجو، ان احنا نكون بابليك سبيكر، ان احنا نكون بابليك سبيكر. تعرفوا ان ده وان اوف ماي لايف دريم، ان انا اكون بابليك سبيكر بصراحه، ان انا اقف قدام الجماهير وامسك المايك وتك تك 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 رغي رغي رغي. ما انا مش هرغي بقى مع الراجل اللي انا بتعرف عليه، يبقى نرغي بقى في جدا جدا. يا جماعه اي حد يظهر في القناه غيري ممكن تدعموه علشان خاطري. اي حد هيعمل فيديو زمان بقى، اي حد من العيله او اي حد من صحابي ممكن تدعموه، عشان انا بحاول اشجع من نفسه في سايكولوجي. ف she is very well educated، وهي كمان دكتور. فاتفرجوا على الفيديوز بتاعتها هتعجبكم قوي قوي قوي. شكرا، بحبكم جدا جدا جدا. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، قولوا لي رايكم تحت، قولوا لي انتم متفقين معايا ولا، اعملوا شير كتير كتير سبيشال للبنات. بحبكم قوي قوي. قولوا لي بقى فعلا رجاله، يقولوا لي ايه اكتر حاجه ممكن تجذبوا في البنت، في البنت اللي لسه اول مره اتعرف عليها. وقولوا لي البنت والبنات يقولوا لي ايه اكتر غلطه انت عملتيها وفقدتي حد كنت لسه في بدايه علاقتك بيه. ثانك يو، هستنى تعليقاتكم تحت. بحبكم قوي قوي. باي باي، مع السلامه.